بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء على القاسم العريس أم المكارم نشر المآتم لقد جمعت فيه العجائب كلها كما جمعت فيه دواه العظائم به القاسم المغوار أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملاحم إلى أن يصل الشاعر ينادي أيا عما أودعتك الذي إليه مصير الخلق يا خير عاصم والجاسم جاسم بزغ من برج المخيم وشع الكون مثل البدر لا تهيم آيا فخرج القاسم عليه السلام وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر إليه الإمام الحسين عليه السلام اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما فلما أفاق طلب القاسم المبارزة فأبى الحسين فألح عليه إلى أن أرسله إلى البراز إلى المعركة فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين هذا حسين هذا حسين إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون إلى أن قتل مقتل كبيرا وحارب وقاتل قتال الأبطال فانقطع شسع نعله ولم يهتم القاسم جلس لكي يصلحه وهذا من عادة الأبطال فإذا بذلك اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي قال والله لأشدن عليه فضرب القاسم بالسيف ضرب القاسم بالسيف على رأسه فوقع القاسم لوجهه وصاح أدركني يا عمّا فأتاه الحسين بكى وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حزوريدي
هان لكم تخلوني وحيد وعلى خيم يا عم القوم تفتار لمصابه اظلم الصباح وفجره ولفقده اغبر النهار وعصره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.